تنفيذ لتوجيهات السيد معالي وزير الموارد المائية المحترم والمتابعة المستمرة من قبل السيد مدير عام هيئة التشغيل. تقوم مديرية الموارد المائية في الفلوجة بحملة واسعة ضمن قاطع المسؤولية، وحيث قامت الشعب الفنية بجريد وحصر كافة التجاوزات بأنواعها، تجاوزات حوض النهر، تجاوزات على الحصص المائية، تجاوزات بحيرات الأسماك، تجاوزات الأقفاص العائمة. فحملتنا اليوم هي رفع تجاوزات رفع الأقفاص عن عمود نهر الفرات في منطقة النساف. فهذه مثل ما تعرف أن التجاوزات الأقفاص العائمة تعيق جريان المياه وتسبب تلوث للمياه. فاليوم عندنا حملة واسعة لرفعها مثل ما تشوف، والعمل مستمر. ليس هذه الحملات مستمرة في الأيام السابقة والأيام القادمة إن شاء الله لإكمال ورفع كافة التجاوزات وبأنواعها كلها إن شاء الله. والحملات اللي تقوم عندنا بالمديرية بمساندة والقوات الأمنية الموجودة ضمن قواطع المسؤولية المتمثلة بقوات الجيش وقوات الشرطة، مشكورين جزاهم الله خير، ويا كوادرنا أثناء الدوام وبعد الدوام متعاونين، ما مقصرين بشيء، متعاونين يعني ما مقصرين بأي شيء إن شاء الله. المهندس رائد مظهر عبد منسي المحمدي، مدير مديرية الموارد المائية في الفلوجة.